مشتركي سبورة نت. اليوم جانا باش نشرح لكم سلسلة أخرى من التمارينات على أنشطة في التعداد. باش نحكوا اليوم على كم المجموعة. قبل ما نبدأ نشرح لكم التمارينات باش نعطيكم عند تذكير صغير، نقولوا على المجموعة أنها منتهية. شو معناتها منتهية؟ معناتها العناصر متاعها معروفة محدودة. إذا كان عدد عناصرها محدود فهمنا عدد عناصرها محدود، وشنو يتسمى هذا؟ يسمى هذا العدد كم المجموعة. فهمنا؟ إذا باش نجاوبوا على التمرين تاعنا باش نزيدوا نفهموا به أكثر المصطلح هذا. باهي، باش نبحث عن المجموعة أو التي تتكون من رقمين مختلفين من بين الأرقام 3 و 5 و 9. إذا شنو تنجم تاخذ لهنا؟ رقمين مختلفين، معناتها عندك الأحاد والعشرات، نجم نحط 95 كما نجم نحط 93، هوك حاطط 9 في العشرات وبعد حاطط 5 و 3، بعد نجم نحط 59 كيف ما نجم نحط 53، فهمنا؟ من بعد نجم نحط 39 ونجم نحط 35. إذا هذه هي المجموعة أو. إذا قديش فيها من عنصر المجموعة أو؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6 عناصر. إذا تتكون هذه المجموعة من 6 عناصر. إذا كمها هو 6. فهمنا؟ هي مجموعة منتهية العناصر. تعدى التمرين الموالي، احسبوا كم كل مجموعة إن أمكن ذلك. المجموعة الأولى هي مجموعة قواسم العدد 45، مش نسميها المجموعة A. مجموعة مضاعفات العدد 12 الأصغر من 60، مش نسميها المجموعة B. مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية N. مجموعة الأعداد الزوجية المحصورة ما بين إلا 20 و 0، مش نسميها C، والقابلة للقسم على 3. مجموعة الأعداد الأصغر من 50 والقابلة للقسم على 12 و 15 في نفس الوقت، باش نسميها المجموعة D. إذا عندي 5 مجموعات، باش نشوفها اللي يمكنني أن أحسب كم هذه المجموعات. إذا باش نبدأ بالمجموعة A. A هي مجموعة قواسم العدد 45. إذا شنو تنجم تكون؟ عندي 1، 3، 5، 9، 15 و 45. هذه هي المجموعة A. نفكركم لنا كيفاش نطلعوا قواسم 45. أول حاجة نجي نفككوا 45 إلى معناتها عوامل أولية. عندي 45 على 3 باش تعطيني 15، على 3 باش تعطيني 5، على 5 باش تعطيني 1. إذا هنا جدول بيتاغور اللي قريناه في سنة 7 أساسي. عندي 3 قوة 0، 3 قوة 1، 3 قوة 2، وعندي ضارب 5 قوة 0 و 5 قوة 1. خاطر 45 هي 3 قوة 2 ضرب 5 قوة 1. إذا هنا شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني 1، 3، 9، باش تعطيني 5، 15 و 45. أوي 1، 3، 9 وعندي 5 و15 و45. إذا هذه هي المجموعة. إذا كم المجموعة A؟ هو نحسب الأعداد لهنا 1، 2، 3، 4، 5، 6. 6. إذا كم المجموعة؟ تساوي 6. تعدى المجموعة الموالية اللي هي المجموعة B مضاعفات 12 الأصغر من 60. لان شنو باش يكون مضاعفات 12 الأصغر من 60؟ باش تكون عندي 24، 36، 48. إذا عفوا كم المجموعة B يساوي 1، 2، 3، 3 عناصر. إذا 3. فهمنا؟ تعدى المجموعة الموالية اللي هي مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية N. إذا N شنو أعداد N هما 0، 1، 2، 3، 4، 10، 100،
ما لا نهاية من الأعداد. إذن هل إنه المجموعة العناصر هذه منتهية ولا لا؟ يعني إذن مجموعة آنية غير منتهية، غير محدود مجموع عدد العناصر متاعها، إذن لا يمكن معرفة كمها. عدد عناصر غير محدود، لذلك لا يمكن معرفة كمها. تعادل المجموعة الموالية اللي هي المجموعة سي مجموعة الأعداد الزوجية المحصورة ما بين إلا 20 وصفر. إذا شنو باش تكون قابلة للقسمة على 3؟ بالطبيعة عندي شرط آخر تكون قابلة للقسمة على 3. إذا أول حاجة باش نطلع الأعداد الزوجية المحصورة ما بين إلا 20 وصفر. إذا شنو باش تكون الأعداد الزوجية المحصورة ما بين إلا 20 وصفر؟ عندي إلا 18، إلا 16، إلا 14، إلا 12، إلا 10، إلا 8، إلا 6، إلا 4، إلا 2 وصفر. فهمنا؟ إذن الشرط الموالي إنه تكون قابلة للقسمة على 3. إذن بين الأعداد هذوما أنهم اللي قابلة للقسمة على 3، عندي إلا 18، عندي إلا 12، وعندي إلا 6. إذن مجموعة سي هي إلا 18، إلا 12، إلا 6. مجموعة متكونة من عناصر محدودة، هي مجموعة منتهية، إذن كم هذه المجموعة يساوي 3؟ فهمنا عنصر 2، 3 عناصر. المجموعة الموالية دي هي مجموعة العناصر مجموعة الأعداد الأصغر من 5 والقابلة للقسمة على 12 و15 في آن واحد. إذا أنهم العدد باش يكونوا أصغر من 50 وقابل للقسمة على 12 و15 في آن واحد. شو معناتها 12؟ 12 معناتها 3 و4، و15 معناتها 3 و5، معناتها باش يكونوا قابل للقسمة في آن واحد على 3، 4 و5، وتكون بالطبيعة مجموعة العناصر الأصغر من 50. فهمنا؟ إذا أنهم الأعداد القابلة للقسمة على 5، باش ناخذ أسهل عدد، وأصغر من 50، شنو عندي؟ عندي 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45. به من بين الأعداد هذوما أنهم اللي قابلين للقسمة على 3؟ عندي 15 و30، وعندي 45، هذوما قابلين للقسمة على 3. هل إنه الأعداد هذوما اللي قابلة للقسمة على 3 هي قابلة للقسمة على 4؟ عندي 15 هي قابلة للقسمة على 4؟ لا. 30 هل هي قابلة للقسمة على 4؟ لا. و 45 هل هي قابلة للقسمة على 4؟ لا. إذا المجموعة سي مجموعة دي عفوا هي ما عندها حتى عنصر، يعني ما فماش حتى عنصر. تهمنا؟ إذا كم المجموعة دي يساوي 0؟ تعادل التمرين الموالي، نعتبر العدد A يساوي 2 قوة 3 في 5 قوة 2. حدد عناصر مجموعة قواسم A، ما هو كمها؟ ب باش نعمل عناصر المجموعة A. إذا شنو نعمل هنا؟ بالطبيعة باش نخدم جدول بيتاغور. عندي 2 قوة 0، 2 قوة 1، 2 قوة 2، و 2 قوة 3. قدر 2 هي قوة 3، معناتها نجم ناخد ديما القوة اللي أصغر. لأن 5 قوة 0، 5 قوة 1، 5 قوة 2. هذا جدول بيتاغور شفناه في السنة 7 أساسي اللي نطلعو بيه قواسم العدد. إذن أنا شنو باش نجرب؟ باش نعمل، باش نعمل 5 قوة 0 ضرب 2 قوة 0، معناتها 5، 1 في الواحد 1، لهنا 2، 4، 8. لهنا عندي 5، 10، لهنا عندي 4 ضرب 5 اللي هي 20، وعندي 8 ضرب 5 اللي هي 40. لهنا عندي 25، عندي 25 ضرب 2 اللي هي 50، 25 ضرب 4، وعندي 25 ضرب 8. إذا 25 ضرب 4 اللي هي 100،
وعندي هنا 25 ضرب 8 اللي هي 200. هو العدد أ 200، كي نعمل 8 قوة 3 ضرب 5 قوة 2 200 ب. إذا شنو هما قواسم أ؟ هما العدد هذوما اللي هما 1 2 4 8 5 10 20 40 25 50 100 و 200. إذا هذوما هما قواسم العدد أ. طيب إذا ما هو كم هذه المجموعة؟ كم المجموع هو عدد العناصر هذوما؟ إذا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. إذا كم المجموعة؟ كم المجموعة هو 12. باهي. سؤال من بعد، حدد عناصر مجموعة قواسم 5 أ. شو معناتها 5 أ؟ معناتها الأ باش يضربها في الخمسة. باهي. إذا 5 أ مساوي 2 قوة 3 ضرب 5 قوة 2 ضرب 5 اللي هي 2 قوة 3 ضرب 5 قوة 3. إذا باش نحدد عناصر مجموعة 2 قوة 3 ضرب 5 قوة 3. خمسة قوة صفر، خمسة قوة واحد، خمسة قوة اثنين، باش نضيف خمسة قوة ثلاثة. إذا عناصر المجموعة الأولى الكل باش يبقوا، عندي خانة جديدة اللي هي متاع خمسة قوة ثلاثة. إذا خمسة قوة ثلاثة ضرب واحد، لهنا عندي خمسة قوة ثلاثة، ولهنا ضرب اثنين، ضرب أربعة، وضرب ثمانية. إذا لهنا عندي 115، عندي 230، عندي 920. لهنا عندي عفوا 460، ولهنا عندي 920. وبالطبيعة عندي عناصر المجموعة الأولانية اللي هما 1 2 4 8 5 و 10 و 20 و 40 و 25 و 50 و 100 و 200. فهمنا؟ إذا كم المجموعة هذه هو عدد قواسمها؟ عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. إذا كم 5 أ هو 16. عدد التمرين 4، ما هو كم دي 18؟ إذا باش نحسب كم دي 18. إذا أول حاجة شنو نعمل؟ 18 أفككها إلى جذوع العوامل الأولية. إذا 18 قوة على 2 9، 9 على 3 3، 3 على 3 1. إذن 18 هي 2 قوة 1 ضرب 3 قوة 2. ماهي؟ أضم مكتسبات سنة 7 أساسي. عدد جدول بيتاغور. لهنا عندي 1، عندي 2، لهنا عندي 3، 3 ضرب 2 عندي 6، 9 ضرب 1 9، وعندي 9 ضرب 2 اللي هي 18. إذا قواسم 18 هما دي مجموعة دي 18 هي 1 2 3 6 9 و 18. إذا كم هذه المجموعة؟ 1 2 3 4 5 6. كم دي 18 هو 6، أو عدد العناصر هي 6. باهي، هكي نكون صلحتلكم مجموعة من التمارينات على كم المجموعة. تابعوني على سابورانيت. كان عندكم أي استفسار تنجموا تتصلوا بإدارة المنصة.